السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم النائب الدكتور بريش عبد القادر، عضو المجلس الشعبي الوطني. في الحقيقة اليوم نحضر الدورة 17 لاتحاد يعني مجالس منظمة التعاون الإسلامي، واليوم الجلسة الافتتاحية بعدما كانت في الأيام الماضية هي اللجان التقنية التي اشتغلت على الملفات التقنية خاصة بالجانب الاقتصادي والجانب التعاون السياسي والدبلوماسي إلى غير ذلك من اللجان. اليوم في الجلسة الافتتاحية شفنا يعني نشهد هذا الحضور المميز يعني ممثلي البرلمانات منظمة التعاون الإسلامي، وحوالي 35 برلمان ب 22 يعني رئيس برلمان، بممثلي الهيئات والبرلمانات الجهوية وخاصة البرلمان الإفريقي والبرلمان العربي. إذن هذا الحدث اليوم هو كذلك نجاح يعني للدبلوماسية الجزائرية بعد النجاح اللي حققته الجزائر في القمة العربية ومخرجات القمة العربية. اليوم كذلك نشهد نجاح آخر للجزائر وعودة الجزائر القوية للعب دورها الحقيقي وما كانت الحقيقة على الساحة الدبلوماسية اليوم من انعقاد هذه الدورة وبهذا الزخم ومن خلال الكلمات اللي كانت يعني الإشادة بدور الجزائر. وكالعادة وفي الجزائر ومن الطبيعي أن تحضر فلسطين، كيف أين تحضر فلسطين إن لم تحضر في الجزائر؟ كذلك يعني كان الموقف موحد وكل الكلمات اللي سمعناها كانت تصب كلها في يعني ضرورة أن يلتف ويتوافق العالم الإسلامي حول القضية المصيرية والقضية الجوهرية وقضية الأمة الإسلامية وهي قضية فلسطين، بمزيد من الدعم وبمزيد من التآزر وبمزيد من 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 توحيد المواقف في ظل هذه التحولات وفي ظل يعني عودة اليمين المتطرف إلى الكيان للحكومة الإسرائيلية والكيان الإسرائيلي والأحداث الجارية الآن والقمع والتعسف والظلم المسلط على إخواننا الفلسطينيين. أعتقد أن يعني كما حازت القضية الفلسطينية على سلم الأولويات في القمة العربية ستحوز القضية الفلسطينية في سلم الأولويات وتكون من ضمن مخرجات هذه الدورة 17 لاتحاد مجالس منظمة التعاون الإسلامي. ونتطلع أن يكون غدا بإذن الله البيان الختامي يعني في مستوى التطلعات ويعني يحقق الأهداف التي نصبوا إليها كبرلمانيين في العالم الإسلامي من أجل المزيد من التكامل، من أجل المزيد من توحيد المواقف، من أجل يعني المزيد من التعاون. العالم الإسلامي اللي هو فيه يعني تقريبا 2 مليار نسمة كقوة بشرية، العالم الإسلامي الذي يزخر بموارد اقتصادية وتنوع جغرافي ممتد عبر القارات، الآن حان الوقت للعالم الإسلامي والدول المنظمة التعاون الإسلامي أن يعني تطور من آليات عملها وأن تكتسب مصادر القوة، لأن نحن في عالم لا يعترف إلا بالقوة ومظاهر القوة متعددة، منها القوة العسكرية والقوة الاقتصادية. فأعتقد أن الظروف والتحولات الجيوسياسية تجعل من العالم الإسلامي أن يبدأ دورة حضارية جديدة ليساهم في الحضارة العالمية. وشكرا وبارك الله فيكم. هذا البرنامج برعاية شركة بروتيليس لمواد التجميل. بروتيليس، الجمال للكل. زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.